في الجهة اليسرى المنهالي اللي بدوره يرسل كرة جميلة جميلة، هذه التمريرة الله على المرور وكرة الهدف الأول. يا سلام، لكن الرائد في الأول يحتسب وهدف صحيح، وكارل ستراندبيت الذي أشار بيده بأنه لم يكن متسللا كان يدرك بأنه لم يكن متسللا. شوف المرور الجميل والإنهاء الأجمل لهذه الكرة التي تعطي السيلية التقدم في نتيجة المباراة بهدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء يأتي عن طريق كارلوس لكارلوس راندبيرج الذي كان من الممكن أن يضيف الثاني. الكرة ما زالت خطورتها مدفتر، يسدد كرة، الله، هذه القدم كانت كافية لأن تعطي الطمأنينة للسيد سامي طرابلسي على الرغم من طول قامة بابكر سيك، إلا أن كرك هذه، إلا أن ضربك هذه، إلا أن طلقك هذه مكانها الشباك فقط، ليس القائم وليس حارس المرمى الذي ليس بإمكانه أن يوقف كرة قوية جدا من محمد مدثر الذي يستغل مكانه وتمركزه وهدوءه ويطلق صاروخ يسجل من خلاله هدف المباراة الثاني للسيلية. قوية جدا هذه الكرة، بابكر سيك لم يكن بإمكانه سيسجل، لكن الويكلندري يضع عمل بأن يعني ركلة الجزاء ممكن. مغرداد يتقدم، مغرداد الهدف الثالث، نعم متخصص متميز في ركلات الجزاء. 3-0 السيلية. إذن ثلاثية مشاهدين على الشمال، انتصر بثلاثية سنتحدث، لكن نبقى مع هذه الكرة الآن وبهذا الهدف الرابع، بهذا الهدف الرابع لمغرداد السيلية يسجل أكبر انتصار له على الشمال في مواجهاتهم في بطولة الدوري بعد أن كان أكبر انتصار في موسم 2007-2008، الآن لم يعد ذلك الانتصار هو الأكبر، بل هذا الانتصار الرباعية النظيفة، الرباعية النظيفة والعودة القوية للسيلية في هذه المباراة. شوف كارلوس هودورا، شوف السويدي وعمل الكبير، شوف التحرك من مغرداد والكرة العرضية اللي يتابع مهرداد بكل سهولة لتجد طريقا سلسا وسهلا لشباك نادي الشمال. رباعية مقابل لا شيء، رباعية مقابل لا شيء. كرة مهرداد يتقدم، مهرداد يحاول أن يمر، مهرداد، الله يا مهرداد، يتوهج مهرداد مرة أخرى. مهرداد وهذه قيمة هذا اللاعب الإيراني، إذا ما كان في الفورمة حاضر ذهنيا لا شك بأن بإمكانه أن يفعل الكثير. شوف كيف انطلق، شوف كيف عدى، شوف كيف مر، شوف كيف أنهى، على الرغم من أنه لا يلعب بالقدم اليسرى يلعب بالقدم اليمنى. هدف لا تستطيع أن تقول عنه سوى أنه هدف بمجهود فردي جميل ورائع جدا من مهرداد.